فريحة. فريحة. دكتور بدي خبرك انه جانسو هي عم تتحضر للامتحان، تعرضت لأزمة نفسية. ايوه هلا بغرفتها. ان شاء الله بتصير احسن. انا هلا نازلة تحت وراح ارجع اطمن عليها بعدين. فريحة انا بتشكرك، لو ما كنت انت موجودة ما كنت بعرف شو اللي كان صار. ولو هذا واجبي. فريحة منتشكرك كتير، مع السلامة. مع السلامة. الدكتور عم بيقول انه لازم ما تهمل ادويتها بنوب. فهميني وين كنتي انتي؟ شوفت عينك نازله من عند جانسو. ايه منيح، خفت عليكي لما ما شفتك. طالما عم بتلوح بايديك معناتها انت هلا واصل. طبعا ما في مين يحاسبك. ما توجعي لي راسي من عند الصبح. ها انت طلعتي هالشغل؟ ما طلعت. امني حضري فطور واعملي كاستين شاي وانا رح وزع الخبز. اي يلا روح. نتالي صار فيك ترتبي لي غرفتي هلا. ناتالي ريحتك من ريحتي؟ شو معنات هالحكي؟ معناتها انت حاطه من البارفان تبعي. لا انا ما حطيت منه، انا عندي بارفاني الخاص. شو مالك مصدقه؟ ليكي هي ريحتي واحد، واثنين مو لابقت لك بنوب، واستخدمتيها بدون اذني ثلاثه، والاربعه والاهم انا بكره يلي بكذبوا كثير. لازم احكي له كل شيء.
ورح نبلش من جديد. مرحبا. يا اهلا وسهلا بك. يعطيك العافية. شوف لي هالقطع الحلوين هدول. هذا بيشبه مثل قطرة المي. ناتالي، شو عم بيصير؟ أنا رايحة من هون. شو صاير؟ بنتك هي اللي قلعتني من البيت. ليش؟ قال أنا صرت حرامية، حرامية بعرفان. استني استني شوي، رح نادي للارا وبحكي معها. لارا، شو بكي ناتالي؟ شو حتاخدي إجازة؟ شو قلت هالترباية؟ بابا لارا، كيف من راسك بتطردي وحدة بتشتغل عندنا هون وفوق هالشي عم تمزحي مزحة سخيفة؟ طرد شو؟ مزحة شو هيا؟ ناتالي، إذا بتريدي أنت رجعي لغرفتك وأنا رح أحكي مع تولين بس تيجي. قرارات يلي بتخص اللي بيشتغلوا عنا بالبيت نحن بناخدها، مو انت يلي عمرك 17 سنة، فهمتي لارا؟ ماني مصدقة يا بابا، أنا ماني مصدقة. يا أمير؟ ايه حبيبي. أنا رايحة على الشط، شو رأيك تجي لنحكي شوي؟ ممكن تتلهي شوي، أنا عندي شوية شغل. ماشي، أنا رح أجي أول ما خلص، اتفقنا؟ ماشي، بس لا تنطرني كتير لحالي. ماشي يا روحي، ماشي، يلا باي باي. تعا قبل ما أفقد قوتي وشجاعتي. صمنا وفطرنا على بصلة. انت هلأ وقت توتر أعصابك؟ بس يا خانم، مو انت يلي بقياني هون من دون ما تطلعي. انت عم تعيشي حياتك برا وانا هون قاعد بين اربع حيطان يا خانم. حاجتك بقى غبا، انا عم عيش كرمالنا نحنا الاثنين. مو صفيان كتير حتى نعيش مع بعض. يا افندي، انت شو عم تساوي هون؟ انا ما قلت لك من قبل ما تنطفي هذا الطابق؟ لا بس المريضة عم تطلب شيء. ماشي، انا هلا بشوفها. انزلي لتحت لو سمحتي. يعني انت ما لقيت غير هاي الشغالة لحتى تجيبها؟ ولك حياتي عم تمضى بين اربع حيطان، انت شلون بدك يعني عيش بهالوسخ؟ حبي. الو امير، وينك؟ انا لساتني عم بستناك. روحي انا بالبيت، انت تعالي. بس نحن متفقين نلتقى هون امير. لبين ما غير ثيابي بتكون اجيتي. يلا عم بستناكي. ماشي. شو أهمية الحكي اللي بدي أحكي له إياه؟
كنتي بدك تحكي شي؟ كتير فيكي شبه من الخانم اللي بالصورة. اختي. هيك لكان. نشبه بعض كتير. ايه والله صحيح، المعلم سبق وحكالي هالشي. الله يلهمكن الصبر. مفقودة ايه هي رح يصير لها سنتين بكرة، يعني الانسان بيتعود. ايه وشو بتقربكن عفواً، يعني المريضة يلي فوق؟ امنا ما تقبلت ضياع اختي الصغيرة، وانا بالاساس اليوم مشان هيك اجيت. عنا سفرة طويلة والصهر كمان جاية معنا، ونحنا هيك منكون خبرناكي، واليوم هو آخر يوم شغل عندك. لكان اليوم هو آخر يوم؟ ايه ماشي، شو بساوي؟ الله يسر لكم. استعجلي شوي لو سمحتي، اليوم في عنا سفر وفي كتير تحضيرات. ايه طبعا طبعا، يعني بقيان عندي هون وخالصة. أهلين حبي، يلا بسرعة بدنا نطلع على الجنينة. أمير نحن لازم نحكي. ماشي ماشي، فوتي هلا وبعدين نحكي. أمير بس شوي. نسيت شغلة. بالأول نسيت. شو هي؟ ما تسألي شي. انتبهي لتحت، انتبهي. انت جاهزة؟ بيت عمري جاي على بالها تلعب معي بالثلج. أنا رايحة لشوف مريضتنا. يلا أنا لا حرك، أساساً هذا وقت الدواء، أنا رايح مشان حضر لها إياها. أمير كل هالشي كرمالي؟
كل شيء كرمالك. وهذا كمان إلك. أمير، في شغلة لازم أحكي لك إياها بالأول، وإذا بعد هالشي ضليتك عم تطلع فيني هيك أمير، أنا أصلاً ما فيني أحكي وأنا عم بطلع بعيون. أمير، أنا تقبلي تتزوجيني؟ فارق معي قديش تخانقنا وقديش خبصنا حتى بالحكي، أنا بس بدي أعيش معك طول العمر فريحة لوقت موتي. فريحة، أنا كتير بحبك. تنعاد إن شاء الله، رح تتحسني الله كريم. ليش هلا؟ ليش هلا؟ شو معنى هالحكي؟ Thank you.
شيء. ليش؟ ما فيني. ليش انت ما فيكي فريحة؟ ديري ظهرك وهربي، لا تحكي ولا تجاوبي. انت اساسا ما حسيتي فيني فريحة، ما في مرة صدقتيني. روحي. شو صار؟ زهرة أنت بخير؟ منيحة منيحة، أنا ما فيني شيء. هلأ بالبيت بنحكي كل شيء، المهم نطلع من هون. يلا شو هاد يا عمي؟ لكان بضربة واحدة كسرتي له راسه للزلمة؟ اسكت. يعني يا زهرة حاطين هالمسكينة بغرفة ومخبئين عن العالم كمان؟ ايه هيك يا رضا، هيك واحد منهم جوزة والتانية اختها الصغيرة واللزم كمان. يا الله دخيلك شو هاد. ايه؟ انا قلت لك لما بتروحي على شغلك وخاصة على محلات ما بتعرفيها ممكن تجيكي مصايب اشكال الوان، يعني الله يحميكي. يعني لو كان صار لك شي لا سمح الله قلي لي نحن شو كان صار فينا. صحيح يا رضا معك حق، بس منيح اللي أنا رحت، يعني كان ممكن حدا غيري يروح وما يلاحظ هالشي. الحمد لله أنه أنا قدرت أنقذها لهالمرة، هي حكمة ربنا. منيح جاد إنك كيف ضربت لهذاك الزلمة؟ شلون أرجع عدلك الحكي كمان؟ سكوت بقى. ما انسى اخذ الدواء مو هيك؟ يعني الشيء اللي عشتيه ما بيثبت انه لازم انت ما تهملي ادويتك يا جانزو؟ كان لازم روح على النادي واتسلالي شي شوي، مو اقعد بالبيت واخذ ادويتي ونام. جانزو يلا. انت بتعرفي كثير منيح اني كنت حابه اروح على النادي، ليش عبيتي له راسه؟ لك بدل ما تساعديني حرضتي بابا على انه ما يسمح لي روح. ليش لحتى عبي له براسه جانزو؟ اللي صار كلنا خفنا من اللي صار بالفتره الاخيره، يعني شغلة التسلاية مو على بالنا. تصبحي على خير. وانتي من أهله. روحي.
مصدقتك أمير. صدقتك أكثر من أي شيء تاني بحياتي. بدي صدقك فريحة. أمير بلا ما نترك بعضنا، والله أنا كثير بحبك. بستاهله عن جد، بس هلأ مو وقته، مو وقته المناسب. إذا بتريد ما تسألني شي، بس لما بده يجي وقته أنت بدك تحطه بإصبعتي وما رح شيله منه أبدا. أنا كثير بحبك. رح بستناكي فريحة. شو ما كان يكون ويطول قد ما بده يطول، أنا رح لبسك الخاتم. متضايقة كتير لأنه ما طلعنا على السهرة. ملاحظة هالشي، بس هي بتستاهل. يمكن كان أحسن لو طلعنا لنا شوي. روح على هونيك ما عم تناسبها خلدون، جربنا قبل هالمرة وشفنا. أنا وعدتها أنه ناخذها ليلة الجمعة. شو وعدتها؟ بدك تاخذها لهونيك؟ بدنا نروح على محل أمير صراف أغلو؟ خلدون، أول أزمة إجتها لجانسو كانت هنيك. سينا ما عندها رغبة كتير، هي أصلاً كان بدها تروح بكرة بس عندي شغل بالأوتيل كتير. بعدين ليوم الجمعة بيكون الدواء أخذ مفعوله منيح، ما بظن أبداً إنه تتكرر هالمشكلة. صباح الخير. Thank you.
وانت من اهل. طيب هدوا اعصابكم، خلص خلص لا تقلقوا، نحن ربع ساعة منكون عندكم. يلا مع السلامة. ولي على هالمصيبة اللي اجتنا. شو في كمان شريفة؟ لك في شفوة الصلاة على البيت لهي الشرجوحة اللي اسمها فريحة، فو عليها ما بتستحي لهالسبب لكان فسخت الخطبة. يا شريفة انت شو عم تحكي؟ ليش شو شفتي؟ لك والله شفتها يا يونس بعيني شفتها، في شب وصلة وبهالوقت هذا كمان. استغفرك يا رب، بهالوقت معقول هالحكي يا شريفة؟ ممكن ما شفتي مزبوط وشبهتي. انا بعرف شو شفت يونس بيك. ايه خلص خلص امشي، عم يستنون العالم. يلا يا ربي تخيرك. ويقطع عمرك، شو عم تعملي بحالك؟ انت منين جايب هالوقت وليه؟ امير اليوم عرض علي الزواج. عرض عليك الزواج؟ وما قدرت وافق. آه قديشها محظوظة هالبنت فعلا، أكيد أمير بيك كان راح يطيرها لفوق أكتر ما بتحلم. آه أي والله هالشغلات بس بتصير بالأفلام، إذا مشان بس يعرض عليها الزواج خلى التلج ينزل. آه ونحن كمان ما قدرنا نشوف الخاتم، يعني أكيد الخاتم في ألماس بتطلع أدراسي. أي أكيد، شو رح تكون غير هيك؟ وصلنا لهون، منمر على أمير ومن هونيك منروح مشوارنا، شو رأيك؟ وبركي كان هو وفريحة سوا هاندا، وبركي في عندهم شي بدهم يعملوه. معناها كلنا منطلع سوا. انتي ما رح تملي بقى هاندا؟ كم سنة صار لك وانتي راح على أمير؟ كم سنة صار لك وانتي عم تحاولي تلفتي انتباهه على الفاضي؟ انت شو عم تحكيها؟ أمير بينظر لك مثل ما انتي بتنظري لي هاندا، فاتركيهم بحالهم بقى، ريحي لي حالك. أصلاً عم تلعبي لعبة أنت الخسرانة فيها هاندا. انتهت اللعبة، انتهت اللعبة. أمير بيعشقها لفريحة وما في غيرها بحياته. بكفي بقى كوراي، ليش عم تحاول تقهرني بسيرتك كل شوي؟ أمير عرض الزواج على فريحة يا هاندا. اشتغل. حبيبتي حضري حالك بعد 10 دقايق جاي يا اخي. يلا بننتقل. مرحبا، يعطيك العافية. بتعرفي زهرة يا الماز وين ساكنة؟
أنا تفضل. زهرة خانوم، أنا محامي السيدة يونجا إجمان يلي أنت أنقذتي حياتها من الموت. إيه؟ الحقيقة صار لنا زمان عم ندور عليها. أنا هي جيتي من المشفى من عند يونجا خانوم. والله أنا كتير زعلت عليها. إن شاء الله هلأ أحسن من أول صارت. يونجا خانوم عم تتحسن وطلبت مني اتشكرك كتير. تسلم تسلم. وطلبت مني أعطيكي هاد، تفضلي. وشو هاد؟ قالت أجرتك بالتنظيف لكل الأيام. دخيلك، يا ريت لو ما بعتت أبدا، والله مو محرزة هالشغلة. رجاء، تمنيت يونجا خانوم تقبلي مع الامتنان لكل شي عملتي إلها. يلا سلام. شكرا كتير، سلم لي عليها. مع السلامة. يعطيك العافية زهرة خانوم. شكرا، الله يعافيكي شريفة. ليل نهار عم صادف فريحة، ما شاء الله ما بتقعد بالبيت أبدا. شو هالحكي هاد؟ الزمي حدودك بالكلام، انتي عم تحكي عن بنتي. كل واحد يلتزم بحدوده وأدبه حتى أعرف أحكي. اسمعي شريفة، لا تلفي وتدوري بكلامك، فهمتي؟ شوفي عندك أحكي بسرعة وامشي وخلصيني منك. أنا شفت بنتي، أنا شفتها بعيوني، كانت بنص الليل وهي كامشة بإيد شب وعم يبوسها قبل ما تفوت على البناية. شو معنى هالحكي انتي وياها؟ لمحل نقعد فيه لحالنا ونحكي فيه ساعات بدون ما حدا يزعجنا ابدا. شو بدنا نحكي؟ ليش ما اعترضتي هالمره؟ عيب هالحكي يا خانوم، عيب. البنت يلي عم تحكي عنها انك شفتيها يا ستي نامت من بكير. لا يهمك هالحكي يا رضا، هلأ ما تنزعج بعدين بيرتفع ضغطك. يلا روح على شغلك. يلا يلا. انت مالك عارفان وين الله حاطك يا رضا أفندي، مغمض عيونك. شبكي يا شريفة، تركت الدنيا ولحقتينا، عيب على شيبتك وعلى عمرك، والله عيب عليكي. استغفر الله استغفر الله، والله حرام حاطين هالبنت بزمتكن. يعني عم اجيبوا سيرة البنت يلي هي ببيتي. معلش انت هلأ ما توجع راسك ولا تشغل بالك ولا تزعج حالك، أحسن ما يرتفع ضغطك، روح على شغلك. يلا رضا، ليك امشي بالفي، ما تمشي بالشمس، ها والله بيوجعك راسك. يلا بخاطرك، مع السلامة. قال بده يتجوز، بده يتجوز. لك ما عم صدق هالحكي. عمو أونال؟ أمير راح. طيب تعرف لوين ممكن يروح؟ ما بعرف، بيكون راح على كل المحلات وعلى الأغلب بيكون راح على العرس. ما فهمت. مبين ما عندي خبر، الأفندي بده يتجوز. على كل فوتي نفطر سوا. لا ما رح فوت، صحة وهنا عمو. مع السلامة. لما قلت لي بدنا نروح على محل حالنا ما خطر ببالي انك عامل هيك مخطط. حابب نحكي شوي. فريحة، بدي افهم شو هالسيران هذا يا؟ ما في ترمس شاي ولا في منقل ولا في اي شيء. بتعرف ثقافتك عن السيران واسعة. يعني هيك شيء عم بحكي عن سيارين ايام زمان مو اكتر. على كل هذا السيران كمان حلو. فريز؟
ليش ما وافقتي على عرضي؟ السلام عليكم. أوه عليكم السلام رضا، كيفك؟ مو كتير منيح. خير شو في؟ يونس بدي أحكي معك بموضوع. أعمل اللي بدك بس يا ريت تضب مرتك، خليها تحافظ على لسانها تجاهنا. رضا شو هالحكي هاد اللي عم تحكيه؟ يا يونس بالأول اسأل هالشي لمرتك، إذا بتجيب على لسانها سيرة بنتي وإذا مرة تانية بتحكي عليها من هلأ عم أقلك وفهمك اسمع علاقتنا بتنتهيها. رضا خلص أنا فهمت عليك، معك حق. شو بدي أحكي؟ شريفة مبارح بالليل شافت وحدة وشبهتها ببنتك، بس أنا قلت لها يا شريفة ما بيصير تظلم الناس على الفاضي، هذا اللي صار. سامحني يا رضا على كل شيء حكته أو هي عملته. الله يسامحك. يلا الزهرة يعطيك العافية، أنا طالعة. إيه الله معك. حطي الفطور لجانسو بس تفيق. ماشي. كنت بدي أسألك صحي ونسيت، ليلي كيف كان امتحان جانسو؟ إن شاء الله منيح؟ امتحانها كان منيح، بس طبعاً هي خوفتنا شوي. ليش خير إن شاء الله؟ شو صار؟ الصبحيات تعرضت لأزمة خفيفة، المهم مرقت على خير. ليش فريحة ما حكت لك شو صار؟ لا ما حكت لي شي. معناها طلعت بنت كتومة يعني. هي هيك. هي كيفة؟ هي منيحة. وهلأ عطلت المدارس، معناها هلأ حتروحوا على الضيعة؟ ايه والله نحن حابين نروح على الضيعة، بس كنا عم نستنى الإجازة، هلأ مشي الحال إن شاء الله. لساتها مستمرة فريحة بالشغل على يخت لافانت؟ يعني عم بسأل لأنه ممكن تكون تركته هي لازم عطلة. لا لا عم بتروح. ايه عم بتروح. منيح، بس ما تنسي الفطور. لا لا ما راح انسى طبعا. امير مثل ما قلت لك يعني بكير كتير. ما رح أقدر أحكي إذا بدك تطلع هيك. أنت ما عم تحكي شيء أساساً، الشيء نفسه عم تحكيه وتعيدي بأكثر من طريقة. بكير كتير، مو وقته هلأ، لسه ما صار الوقت المناسب. مكان حلو كتير مو هيك؟ هدوء وأمان. أنت كمان هيك، هادية حلوة بس ما في أمان. أمير أنا قلت لك أني موافقة صح؟ أكثر من مرة قلت لك وللنهاية معك، بس عم بستنى الوقت المناسب لحتى يجي وما أشلح الخاتم. عم بفهمك، عم تحاولي تتصرفي بمنطق. خلافاتنا وخناقاتنا عم تخليكي تفكري، ما عم تقدري توثقي. بس أنا تعودت على فريحة، فيني اتعود على تناقضها كمان. فريحة المتناقضة. اصلا كل واحد فينا عنده نواقص، الشغلات اللي منحاول نخبيها واللي نحنا منخاف انه نطلعها.
حتى لو منطلع بالمرأة ما منتمنى إنه نشوفه. ورا هالوش الحلو في شخص ما بعرفه أنا، ما هيك؟ خلي فريحة يلي أنا ما بعرفها أبدا تعرف إني بعشقها كتير. هالكلام اللي عم تقوله مو مجرد كلام، رح تضلك متمسك فيني مو هيك؟ أتمسك فيكي بكفي اطلع بوشك، ولو كان أي وش من وجوهك. إيه، قديش حلوة جيتك يا روحي. شو القصة؟ انت عم تعملي ريجيم يعني؟ انا رح اقضي وقت بجنن كتير، وبدي روح كمان اسبوعين على التخييم. حبيبتي انا ما عم بعمل ريجيم، عم بنتبه على حالي شوي. هاندا تعالي شوفي مين في عنا. خالي ايسون اهلا وسهلا، لا تكوني جاية من شان تدعينا. دعوة شو هي؟ كنت عم امزح لك روحي، لأنه أمير كتير مستعجل. أنا ما قدرت أفهم شو حابة تحكي حبيبتي. آه، أنت ما عندك خبر؟ أمير عرض الزواج على فريحة. ألف مبروك خالي آيسون، ابنك رح يتجوز. أنا رايحة. حبيبتي استني شوي، هاندا خلتك تقلقي؟ لا، أنا ما كنت بعرف، استغربت كتير وبالأخص منك. يلا بخاطركم. الله معك حبيبتي آيسون. حبيبتي آيسون استني. هاندا ليش هيك عملتي؟ ما فكرتي قبل ما تدجي الحكي هيك؟ المرة ما عرفت شو بدها تعمل. ايه، وهي كمان تفكر فيني. إذا فعلا عرض عليها الزواج بيكون تصرفي منيح. يا الله دخيلك. أونال، نحن لازم نحكي فورا فورا. ليك شلون عم يراقبنا؟ مين؟ يلي قدامك ما تطلع، هذا أخي خليل قاعد وعم يراقبنا. يلا سهر، كلهم كم يوم وبيخلصوا، بس يا رب نخلصهم بدون ما نعمل مشاكل. عم بتعد الايام لحتى تروح من هون يعني؟ وشو حيصير فيني اذا بتروح محمد؟ لك لا سهر، انا ما عم بحكي عن هالشيء، يعني تعودت اني اشوفك كل ما اطلع، وبعدين ما بعرف شو رح يصير، ان شاء الله ما يصير شيء، المهم لاقي شغل تاني ومنشوف. انا مو قدران اصدق قديش عندك رغبه بالروحه من هون. المهم انا فايته على المحل، يعطيك العافيه. مع السلامه. أنا رايح على البيت. شو شكله رايح من هون ما؟ ها هي سنة الحياة. يا ريتك لو ما حكيتي لصايمة إنكم مخطوبين.
لأنه بس يروح رح ينساكي. شو رأيك أنا وحدة بنتسى بسهولة فياض بي؟ ليك الولد حمل حاله وراح بعد ما أخذ كل شي بده إياه منك. مثلك تماما ما هيك؟ سهر عمر شو عم تعمل هون؟ عم نستنى أهلي لأنه هن مو بالبيت. يلا تعال لعنه. يلا كيف يعني؟ ابني رح يتجوز؟ التاريخ عم يعيد نفسه أيضاً. أنا من زمان ملاحظة مشاعر ابني تجاه فريحة ومتابعة علاقتهم، بس هالقرار اللي أخدوه كتير مستعجل. بعدين كان في بيناتهم مشاكل، إمتى هن لحقوا يحلوا مشاكلهم ويخلصوا منها بطريقة نهائية حتى ياخدوا قرار جدي مثل الزواج؟ أنا ما بعرف البنت، بس يمكن أنا شجعته لأمير المرة الماضية. تحاكينا شوي بخصوص زواجنا وعلاقتنا. ما بدي اسمع بنوب. انت قديش بتعرفها لفريحة؟ مين هي فريحة؟ مين هي؟ بكرة بشوفك. باي حبيبي. عم تتصرفي غلط فريحة. اتركني بحالي خليل. طيب انت ليش ما عم تتركيني بحالي؟ فتحي عيوني بشوفك، بغمض عيوني بتكوني جنبي. ما عاد فيني اتحمل اكثر فريحة، هربتي من بين ايدي وما قدرت اكمشك. ما عم بقدر اتركك يا فريحة. خليل شيل ايدك عني. اترك. ماشي، ليش ما عم تقدر تتركي له؟ بسبب مصاري يلي بجيبته ولا مشان سيارته الفخمة؟ خلي اتركني. امشي امشي. اتركني ساعدوني. امشي ولين؟ ساعدوني. محمد امشي بسرعة. وين امشي؟ اتركني اتركني بقى محمد. يا عيلة هون شو عم تعمل ولا؟ شو عم تعمل؟ فهمني. اتركه محمد اتركه. انتي بعدي فريحة. لك اختك عم تغلط محمد. انا شو بدي اعمل فيك؟ قال لي شو اعمل فيك محمد؟ اذا بتريد اتركه اتركه. خليل انا عاملتك مثل اخي، بقيت لك ولا فهمت؟ اتركه. دقيقة بس دقيقة، فهمت ولا لا؟ محمد مشان الله اتركه اتركه. محمد انت كمان عم تغلط. وانت كمان اتركه. خلاص 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 اتركه. مين هي؟ هي مساعدتنا. حلوة كتير. شو هالحكي؟ انتو الرجال كلكم بتفكروا هيك ويكون عمركم قد ما يكون. هي على طول بدها تضل عندكم؟ على طول. وليش هيك؟ يعني مساعدتنا، هي بتساعدنا. يا ريت تجي لعنا وتساعدنا كمان. طلع فيني، رح شدلك ابنك هو. يعني وأنا كمان ما بعرفها أيسون. منيحة وكتير طيبة البنت. يعني فريحة البنت اللي بيحبها ابننا واللي هي بمركز حياته الأهم، بس نحن ببساطة ما منعرفها. نحن كتير غلطانين أنال، المفروض نعرفها ونتعرف على عيلتها. تركينا هلأ من هالشغلة أيسون،
إذا اليوم عرض عليها الزواج مو يعني بكرة رح يتجوزها. لا تنسى أنه أمير بيحمل دمك أونال. ما بستغرب إذا أمير عرض عليها الزواج اليوم وبكرة تزوجوا. وبلكي ما كانوا كتير مجانين مثلنا. اسمعني، ما عندي نية أترك هالشغلة للنصيب أونال، وبرأيي أنت كمان ما تتركها. أحكي مع أمير، يعني حكي رجال، وأنا كمان رح أحكي مع ابني. وهلأ إجا الوقت لحتى نعرف من هي فريحة وعيلتها أكتر من هيك. فريحة، أنت كيف ما بتحكي لي هيك شي؟ إيه أنا شو بيعرفني؟ قلت ما بدنا نوجع راسنا. فكرت بأمي وفكرت بأبي، فكرت فيك، قلت حتى ما يصير مشاكل أكتر. المجنون عم بيحاول يخطفك ونحن مو دريانين. لك أنا أكلت خبز من خيره، معقول ما ينحكى هيك شي يعني؟ طيب أنا هلأ فهمني كيف بدي أخلص من هذا الأجدة؟ ولك أنا شو بدي أعمل؟ لا لا، المهم هلأ خلصتي، ما عاد رح يرجع يوقف قدامك. وإذا كان أبضاي يوقف، نحن فكرنا رجال، ليك لنحن اللي جبنا لك هالمصيبة. بس اوعك تحكي لأهلي. ها خلص حبيبتي، انت ما تشغلي بالك، بكرة بروح وبحل هالمشكلة. زهرة، ها؟ قولي لي شو هذا اللي بجيبتك؟ يي صحيح صحيح لك، هذا شو اسمه نسيت والله قلك. هاي المرة اللي أنقذتها بعتت لي إجرة التنظيف، والله قديش أصيلة هالمرة. ها؟ خشوكي يا أمي، عطوكي مصاري مزورة. شو هاد يا؟ 30,000 ليرة تركي؟ مرحبا. أهلا وسهلا. أوه، طاولة عرق ما؟ شو سبب هالمفاجأة الحلوة؟ القرار يلي نزل على راس فريحة. ايه احكي لنا هلأ عن العرس. ماشي، لكن بتعرف اني عرضت عليها الزواج، واذا ما وافقت هي. ابني انا امير صراف اوغلو بينزل التلج كرمال بنت وبده ينرفض، مستحيل. ما بتعرفها. اذا الموضوع متعلق بفريحة كل الامور رح تختلف. ما رفضت، بس ما تخاف، العرس بده وقت لنعمله. أنا ماني خايف. أمك الخايفة. إذا أنت من عيلة صراف أوغلو فالخبر بينتشر بسرعة. أمك عم بتفكر إنه نحن ما بنعرف فريحة منيح، وهالشي مزبوط. بتمنى ما تكون حكيت شي لأمي يخوفها، لأنه وجهة نظرك عن فريحة مالها مزبوطة. شغلة الحبة انساها هالشغلة. بابا آخر مرة رح أحكي لك، فريحة ما تعطت شي أبدا. أنا بعرف هالشي لأنه الموضوع انكشف. بس ما تسألني شو اللي صار. اسمعني، إذا كنت مفكر ترتبط جدية مع فريحة فخلي أمك تتعرف عليها بشكل منيح، ماشي؟ ماما مفكرة أنه لسه بكير؟ وأنت؟ أنا عم فكر بأنه التاريخ عم يعيد نفسه،
ابني عم بيضيع حاله بأول حب وعم بيمشي على نفس طريقي. أنا ما عم بمشي على نفس طريقك بابا، عم حاول شق طريقي مع البنت اللي أنا بحبها. أنا شفتك، مو ضروري تحب وحدة وتكتفي فيها. أما فريحة عم تعلمني كيف لازم حبها. صح، وأنا قالوا إنه ما بدهم ياهن يعني يا زهرة؟ إيه والله هيك قالوا، وأنا استغربت وتلبكت ليش كل هالمصاري هاي. طيب وهلأ قلي لي شو بدنا نعمل؟ طالما ما بدهم ياخدوهن وقدامنا شغلة واحدة لازم نعملها، بكرة أنت بتروح وبتدفعهم لحساب الزلمة الدفعة، بلكي بيسكت وبسد بوزه عنا شي كم شهر. رح أدفع، رح أدفع. الله بلو حكمته يا زهرة، أنت ساعدتي وحدة مظلومة وأنقذتيها، وهي هلأ بدورها عم تساعدنا. خليل فهمني ولو احكي، انت شلون بتخطف اختي؟ فهمني احكي والا بقتلك. اسمعني منيح ولا؟ اذا بتقرب على فريحة بقتل محل فوق راسك. عم تسمعني؟ بس انا خليت مجال للخبز والملح اللي بيننا، عم تفهم ولا ارجع عيد؟ محمد شو عم تعمل؟ خليل محمد اتركه، محمد كل على الله شبك اتركه بقى. احكي يلا محمد. ما بدك تحكي معه محمد؟ محمد كرمال الله اتركه، انت شو عم تعمل؟ واحد حقير. امشي سها. كل شيء ما بصير تعمل هيك. اقعد وارتاح، روق، ارتاح شوي، ارتاح ارتاح. دقيقة استنى، أنا لهلا ما فهمت شيء، يعني فريحة قالت لك إيه ولا لا؟ فريحة خايفة، بقى ما بعرف خايفة مني ولا من يلي عشناه ولا يلي بدنا نعيشه، بس هي خايفة كتير من هالشيء. شو عملت بالبنت؟ قلت لها بس توافقي تاني يوم رح نتجوز؟ إيه صحيح، أنا ليش ما أجى هالشيء ببالي؟ انت واثق لهالدرجة يعني؟ لو بتقلك بكرة رح نتجوز انت كمان بتتجوز بدون ما تحكي ولا كلمة؟ هذا زواج؟ مجرد ذكره قطع لي قلبي. ما عندي اي شك نهائيا، انا بدي اعيش مع فريحة. حلال عليك امير، بهنيك. معناتها المسا منظبط لنا قعدة شباب، ما؟ وبكرة كمان برجع بهنيك بهالمناسبة. كيفك هندا؟ شو عم بتساوي؟ كنت عم اسبح. تعالي حبيبتي، كنت عم بتسوق وعم حضر لبكرة. بكرة؟ ايه نسيتي؟ لك بكرة حفلة نهاية السنة، شبكي شو نسيتي؟ عقلي مو براسي ابدا. يلي اخد عقلك يتهنى، ليش بقى نسيتي؟ نيلاي، هذا امير عرض الزواج على فريحة. شو؟ اكيد عم تمزحي، انا ماني مصدقة. كيف صار وشلون صار؟ الو هاندا، لك هذا كسر المحل كله. شو جنيا؟ ينفلق لجهنم الحمراء. ايه ما كنت متوقع انه هالشي كله يطلع من اخي خليل. والله هالزلمة كان بحاله، كان كتير هادي. كيف صار وكيف حاول يخطفها للبنت؟
سهر حاجة بقى كلمة تانية بروح بكسر له نيعه ومنخاره كمان. ايه ماشي. يعني اذا نهيت كل شيء شو رح بيصير؟ انت بدك تروح وتشتغل عند محل ابوك ورح منشوف بعضنا اقل، ما في شيء رح بيكون مثل الاول محمد. ايه بدك ضل يعني هون وارتكب جريمة بهالزلمة؟ والله ما بيهمني هالحكي كله، بس انت ما بتحبني. يعني مثل ما بيقولوا بعيد عن العين بعيد عن القلب، ما هيك؟ يا سهر شلون بدي اقنعك انه انا بحبك؟ اه والله يلي بيحب لازم يعمل شي يا محمد، يعني ما بيترك اصبع حبيبته فاضية ولا شو؟ صباح الخير. صباح النور يا طفلي. جبت لك يا معي. كيف كان الفيلم؟ أكيد حبيتيه. ما قدرت شوفه، دي في دي عندي كان خربان، بس ما رح أنسى أبدا الشيء اللي أنت حكيته. شكرا كثير. صباح الخير. صباح النور يا طفلي. جبت لك يا معي. كيف كان الفيلم؟ أكيد حبيتيه. ما قدرت شوفه، دي في دي عندي كان خربان، بس ما رح أنسى أبدا الشيء اللي أنت حكيته. شكرا كثير. لهالبنت ابدا، ما بظن تكون لهالدرجه مهمه. خلصنا بقى، شغله نتالي عم توتر لي اعصابي صايره، رجاء بلا ما نحكي بهذا الموضوع. لكن خلينا نحكي عن بابا، من امتى هو صار يهتم فيها كل هالقد؟ لارا شوفي عندك مشاكل مع ابوك فيك تحليها معه. انشي. اذا بتريدي لحظه، نحن عم نسال عن زهره يلماز، مو هي مرت البواب بهالبنايه؟ ايه صحيح. شو الموضوع؟ عم نفكر نعمل موضوع مصور عن السيده اللي انقذتها هداك اليوم. طبعاً هذا ابن محمد. هدول الشباب صحفيين وعم يسألوا عن زهرة خانو. مرحبا. من بعد إذنك، نحن بس حابين مفكرين يعني نعمل موضوع عن السيدة اللي أنقذتها زهرة خانو. طبعاً تفضلوا. شكراً لكم. شكراً لك. باي. عمار خود مسك مسكني يا حبيبي. ماشي. مين هاد؟ فوت محمد فوت. تفضل. زهرة خانو. تفضل. مرحبا. مرحبا. يا طفلي تعالي. خير في شي؟ يلا اتركي كل شي من ايدك تعالي. يلا. تعالي. فوتي عدي. شو يعني؟ بدنا نشوف الفيلم. عفوا؟ يعني فكرت حالي اني سبيتك لو ما تذكرت شو حكيت هلا بهالثانية. انا بدي اقعد وشوف فيلم معك. اذا حابه فيك تشوفي على الواقف كمان. امي قالت لي انك انت واحد كتير غريب، بس انت عن جد طلعت هيك. انا عطيتك فيلم بس ما قدرت تشوفيه، ولهلا مصر انك تشوفي هالفيلم. يلا تعالي.
يا الله يا رحمن يا رحيم، الهمنا الصبر بس. خليل يا ابني انا بعرفك منيح، انت بهالحاله هي بسبب هالنص دكه فريحه. انا بعرف الام وبنتها كتير منيح. انا شفتها للبنت بنص الليل واقفه مع شب وكان عم يحضنها ويبوسها. واما بتعرف، ايه بتعرف، انا بعرفها من عيونها. لك هي زهره وبنتها شغلتهم هالشغله يا ابني. الله العليم، هدول راكدين ورا المصاري مو ورا الستره. كل المصايب اللي عم تجي على راسك كله من تحت راسها الحيه زهره وبنتها. طبعا مثل ما بيقولوا فرخ البط عوام، انت ما عجبتها من اول يوم، ما عجبتها، وهالشي البنت بتعرفه والكل بيعرفوه كمان. صرت نجمة. ايه صرت نجمة وبدي صور مسلسل. لك يا عمورة امك صارت بطلة. دخيلك حاجتكن حكي كرمال الله. انا رايحة اسوق، بدكن شي؟ لا امي شكرا. دير بالك على اخوك محمد. شكرا كثير لك، اليوم انا ما نظفت كثير منيح وما عجبني هالشي. شكرا كثير لك. كنت بدي أعمل لك مفاجأة، بس المفاجأة صارت لألي. يعني برأيك ما عم تزيدوها أنتو شوي؟ شو هو اللي عم نزيده سنة؟ لافانت ما عم بقدر اقتنع. اللي عم تشوف مع الفيلم هي مو صديقتك، بتكون لفاية، وغير هيك اللي صار معنا بسبب هالكذابة. اللي عم تحكي عنها أنك كذابة طفلة عمرها 19 سنة. أنت صاير عم تكبري المواضيع زيادة عن اللزوم. ريحي حالك شوي. ماشي، ما بدي ناقشك بهالموضوع، بس حابة اطلب منك شغلة واحدة. خبرني لما بيكون عندك تنظيف، انا ما بدي التقي مع فريحة هون مرة تانية. ماشي. نقضي وقت لحالنا لأنه صايرة عم اشتاق لك. نحن لحالنا أساسا. برأيي هذا كتير حلو. هلأ هيك رأيك أنت؟ لك يا جانسو، ما ده أخلقك من لبس الغوامق على طول؟ معك حق، بالعتمة لازم يكون في شي عم يلمع، مو هيك؟ آه، ليش لوين رايحين؟ لما قلتي طالعة مع أبوكي فكرت أنك رايحة على الأوتيل. رايحين على محل أمير صراف أغلو.
اليوم أنا وكوراي رح نكون بالمحل قعدة شباب، وأنتي إذا فيكي تهربي. مستحيل. مين؟ مو بالكلية في حفلة نهاية العام؟ ليكم بعتولي مسج مشان نحضرها كلياتنا. بدك تروح؟ شو يعني ما بدك تروحي؟ رايحين سوا. بكرة الساعة 11 بالضبط بدي شوفك هون فريحة يا الماس. ماشي يلا بشوفك. أمي وينك أنتي؟ آه كتير منيح ممتاز، وأنا كنت رح أقلك نروح عالسوق. أي تمام يلا جاي يلا ماشي. هذا اللي صار، بعدين فتحت الباب ولقيت اثنين كبار ومعهم آلات تصوير كبيرة وأخذوا لنا صور كتير وبعدين راحوا. منيح يلي أنا ما كنت. إيه مفهوم، أنتي ما بتحبي تتصوري مع العيلة مو هيك؟ أنا بعتذر ماما. إيه خلاص اسكتي، خلينا ناخذ شوية خضرة يلا. فريحة هلا أنت شو عم تعملي؟ لك شو هاد؟ شو هالموديلات هاي؟ معقولة أبوك يقبل تلبسي هيك لبس؟ ما بصير هاللبس مكشوف كتير لك بنتي، بعدين أنت عندك مايو. يا أمي شو؟ جامعتنا منظمة حفلة نهاية السنة عند المسبح مشان هيك المايو. شو؟ كان أحسن ما أسألك. لك بنتي أنت جنيتي ولا شو بلا ما تمدي إيدك فيكي؟ ما بصير تمد ايدك على هيك لبس مكشوف، عيب رح تشرشحينا. فريحة لك بنتي حاجة ليك رح يصير فرجة قدام الناس، خلاص بقى قيمي ايدك لك عيب. مساء الخير. مساء النور. مساء النور فريحة، نحن رايحين على النادي لنحتفل بنهاية الامتحان. أنا رح سلم لك على أمير صراف أوغلو. ماشي جانسو يلا بلا ما نخلي أبوك ينتظر. بتمنى لكم سهرة ظريفة. شفتي وشه مو هيك؟ شكل انزعجت ما؟ شغلة أمير صراف أوغلو ما بتمرق علي. بس أنا ما لاحظت شي على وشه جانسو. يلا بقى نروح يلا. أمير أنت اليوم سهران بالنادي مو هيك؟ إيه نحن بلشنا. أمير يعني أنت إمتى راجع؟ غيورة ما رح طول وراجع. إذا بترجع هلأ ما بيكون أحسن؟ عم دياري راجع راجع بحكي معك بعدين يلا باي. أي ماشي باي. يا ربي ما كنت متوقع يصير هالشي. خلدون خلينا ما نقرب كتير، راسي عم يوجعني وهون الضجة قوية. معنا هون منيح. بس يا الله بابا هون هادي كتير. اسمعي نحن كرمالك اجينا وفتنا لهون، فبترجاكي ما تزيدي علينا. يلا
برايكم نشرب مبيب؟ ممكن. رح ناخذ البيت. تكرم. فيكي تيجي معي على الحمامات شوي ومنو كون شفت مين في هون؟ بحاجة بقى جانسو؟ ما تأخذيني بس مو لهالدرجة يعني. يعني مشان شوفي أمير صراف أغلو بدك يعني اتفتل معي؟ كوراي رفيقة لفريحة وبنفس الوقت صديق أمير. ياي هو هون. أنا كنت من فترة أحكي معه على الفيسبوك. أنا رح أروح لعنده أكيد رح يعرفني. جانسو رجاء ما تخبصي. ليكي أبوك كمان رح ينزعج. خلص جانسو قلت لك ما تتأسفي. ما تتأسفي مني. ما تتأسفي. باللحظة اللي كنت رايحة أتعرف فيها على أمير حليلك تكبي الكاس علي. جانسو اللي صار صار فما تكبرية بقى. يلا نروح البيت. يا شباب رح فجر قنبلة السنة. أمير وفريحة رح يتجوزوا. هاد عرض زواج بلا خاتم؟ هاي أول مرة بسمع فيها بعرض زواج بدون خاتم. مستحيل اقتناع. والله ما حدا مضطر يخليك تقتنع. بكفي نحن منيح. أمير ألف مبروك. شكرا. كان واقف مقابلي وكنت بدي روح لعنده. كان واقف مع كوراي اللي بحكي معه على الفيسبوك. كنت حابة روح لعنده حاكي. شو بيعرفني بلكي كنا قعدنا مع بعض.
بس سينا مخانه منزعت لي كل شيء. لك بتتخيلي كبت لي على فستاني كاستن بيت احمر؟ يا روحي هذا مجرد حادث، انت مانك ملاحظه انه حياتك كلها صايره امير صراف اغلو؟ شو بيعرفني؟ تعالي نحكي شوي عن العطله الصيفيه. ما بدي، خلص بابا هو اللي بيعمل البرنامج كل سنه. بس قولي لي لوين قررتوا تروحوا انتوا هي السنه؟ بقينا يومين رايحين مع امي على ميامي، وراح يلحقنا بابا بعد اسبوعين. لنشوف نحن شو بدنا نعمل. اوف يا ريت لو في اعرف امير صراف اغلو وين بده يقضي عطلته. وين رايح هالعطلة؟ بودروم، تشيتشمي، ولسه في كمان. أنا بالبداية عم فكر إني أخلص منكم شوي. جاي مجموعات مهمة كتير أكتر ما بتتصور. ليمبيزكيت، ترافيس، موبي، موتور هيد، مجموعات ما ممكن تتفوت أبداً. بالأول بشارك بالمهرجان، بعدين بيجي لعندكم على تشيتشمي. والله فكرة حلوة كتير، لكن أنا كمان رح شارك. جاي كمان كومبيلو دومينو. أوه. وقاعد من الأتراك جاي أوتيل دومان. كمان منتسلى مثل كل مرة. شو هالإرادة اللي عندك؟ الولد قرر وعرض عليك الزواج وجايب لك خاتم. أساساً لو رح تتزوجي بعد 10 سنين هو خاتم رح تلبسيه. أنا مرة واحدة بدي ألبس هذا الخاتم جونجا. أنت مو ملاحظة قديشك محظوظة كتير؟ تتذكري بداية أيام الجامعة أنا حكيت لك كل القصص والمشاكل تبعه، وأنتي وقتها حبيتي البطل وتعلقتي فيه. الولد عرض عليك الزواج مثل اللي بالأفلام. أنت عن جد مانك ملاحظة قديشك محظوظة. امشي روح لعندهم هلا. شكرا. السنة الماضية قديش انبسطنا؟ عن جد انبسطنا بمحلك أمير. رح تفتحوا السنة؟ هالصيفية أنا ما رح أشتغل. وأنت شو رح تعملي فريحة؟ رح بتكوني معنا؟ ولا رح بتكونوا لحالكم بس بدوننا؟ ها؟ ما بعرف وضعكم العائلي بس لسه مو مبين، لسه ما قررنا. يمكن رح كون مع أهلي. بس تتفقوا خبروني وين وبأي أوتيل رح تنزلوا، أنا بلاقيكم أكيد. يلا غيري أوعيكي لأنزل على المي. ليك شو لابسة قلبكيني قال. يلا. لا لا هلا الشمس قوية، بعد شوي لأنه هلا بخاف يحمر جسمي ويحترق. خليها بعد شوي. شو هادية؟ حتى الجريدة جايبتها من البيت. والله مسكينة. ببعض الأحيان أنت ضروري تقري كمان، بلكي بيفوت شي بمخك. أنت شو عم تعملي؟ اللفاية البطلة. لك هي كانت تجي لعنا حتى تنظف. أمير خلينا نروح على المرجوحة. يلا. شي رومانسي. انتي شو عم تعملي لك بنتي؟ عم تشربي من الصباح؟ هاتي لشوف. انت كنت هون؟ وانا كمان ظنيت انك مع رفيقتك القديمة جونجا. عم تضيع وقتك معها كوراي. انتي شو عم تحكي ولي؟ ما قدرتي على فريحة وهلأ جاي عم تتقوي علي مو هيك؟
أنا وياكي ما عم نلعب بنفس المستوى. أنتي مخك طائق مو هيك؟ أنتي بهالمخ هاد وبهالتصرفات أكيد ما رح تكوني بمستواي أساساً. تعرفي هالمعلومات يلي عندك ما عم تضيف شي على شخصيتك وستايلك. أوف خلص اتركيها هاندا، لك لسه ما أنا عارفانة وين هي. شوفوا هالشكل، الصبية لابسة من سوق البلد وجاي. هاندا هاد اهتمامكن مو هيك؟ احكي لكم شغلة، انتو اسخف التافهين يلي شفتن بحياتي. كوراي اسحبها من قدام عيوني للشرشوحة. ضبطي كلامك معي هاندا. جونجا هدي اعصابك، خليني وصلك على البيت. الحرية ما هيك؟ انك تكون امتى ما بدك بمحل ما بدك. تماما هيك. بتعرف امبارحة مريت بفترة كتير صعبة؟ بس لا تسأل شي، يعني شغلة هيك تافهة ما بتليق فيني وما بتناسبني. انا قدري الظاهر انه هو قد ما حاولت وحاولت ما رح أقدر أكون حرة. كل واحد بيقدر يختار الحرية فعلا سما، وأنا ما فيني أختار كمان. بكرة المساء رايحين نتعشى عند أمي. شو؟ مبين إن حابة تعزمك على العشاء. بدها تتعرف عن قرب البنت يلي بدها تتجوز ابنها. بدها تستجوبك من وين انتو وابوكي شو بيشتغل وهيك شي. دخيلك ما تخافيها، انا رح كون جنبك بعدين. شو رأيك عند هالمسا بشي شوربة ريحتها بتشهي؟ أنا طالع شوي لفوق وبعدين أنا وياك منروح. أوكي لك يلا خلصنا هلأ بتبرو. ماشي ماشي يلا. أكيد أونال بيك بلا مفتاح. هاندا بدك تتجوزها؟ انت سكرانة؟ مو لدرجة ما اعرف ليش. تعرف شو؟ شربت لحتى يكون عندي الجرأة واحكي. هاندا انت مو بحاجة للجرأة ابدا. أمير أنا بحبك كتير. أمير مو هيك، أنت بتعرف شو قصدي بهذا الحكي.
أنا دائما عم بخسر وفريحة عم تربح. لما عرفت إنك يا أمير عرضت الزواج على فريحة فكرت إني أهدى عن جد فكرت إني أهدى وما أعمل شيء بس ما قدرت. أمير أنا كل ما بشوفك كل شيء عندي عم يبلش من جديد. هاندا حاجتك بقى تخبيص عند هالمساء. يا ريتك كنت جنبي يا ريتك. شي بعرفه أمير. لا تحاول تحكي شي. أنا متضايق. ما عاد فينا نستنى أكتر يا خانم. ما ممكن نعالج المرض بالطرق التقليدية. بعد جلسة اليوم أنا مضطر أخذ القرار بالعملية فورا. يا خانم عفواً أنا آسفة عم بزعجك بس وصل أمير بيك وهو ناطرك تحت. كل شي جاهز مو هيك؟ جاهز. إذا الأدوية محطوطة تحت بالصالون
فورا شيليون. تكرمي يا خانم. ماشي أنا جاي وراكي، أنت روحي. يلا أنا جاي فورا. Wow.